السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم بعنوان الطرح على شكل الأخذ من. الهدف من هذا الدرس أن تستطيعوا طرح الأعداد عن طريق الأخذ من الأشياء، وأيضاً أن تستطيعوا استخدام خط الأعداد ليساعدكم على الطرح. لنقرأ القصة العددية التالية: يوجد 8 تفاحات، أكل منها تفاحتان، كم عدد التفاح المتبقي؟ هذه المسألة جمع أم طرح؟ أحسنتم، طرح. كيف عرفتم؟ ما هي الكلمة التي ساعدتكم على أنه طرح؟ إذن كلمة أكل. بارك الله فيكم. ما هي الجملة العددية الآن؟ 8 ناقص 2، 8 تفاحات، أكل منها تفاحتان. أين هنا 8 تفاحات وأكل منها تفاحتان؟ فكم عدد التفاح المتبقي؟ إذن نعد: 1، 2، 3، 4، 5، 6، 6 تفاحات. هذه الطريقة نسميها طريقة الشطب. هذه المأكولة كأننا شطبناها وبقى لدينا 6 تفاحات. هناك طريقة أخرى وهي طريقة الأصابع. نعمل 8 أصابع، يعني 8 تفاحات، أكل منها تفاحتان، يعني نطوي إصبعان، الإصبع الأول والإصبع الثاني. كم إصبع تبقى لدينا؟ نعد: 1، 2، 3، 4، 5، 6، إذن 6 أصابع. إذن كم عدد التفاح المتبقي؟ 6 تفاحات. إذن هناك طرق مختلفة لإيجاد عملية الطرح.